اهلا بكم مشاهدينا بجولتنا. اليوم انا وين؟ بصلاح الدين، تحديدا بتكريت، بمديريه مرور تكريت، حتى اعرف على الاجازات والارقام وكل هاي الامور. خليكم معاي وهم راح اكيد نروح وين على الاجازه ونشوف ايش قد تطول والرقم وهاي المعاملات ومناشدات الناس بصلاح الدين. تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك كريم؟ خالد جاسم. خالد، هسه خالد انت اول مره تطلع اجازه؟ اول مره اطلع اجازه. ايش قد طولت بهذا؟ ماكو اي وقت، يعني مباشرة تستلم الاستمارة. سيادة العميد هنا نحسب وقت نبلش؟ كيفك انت؟ يلا خلينا نبلش. هسه الساعة 10:30. راح نروح وياك ونشوف شلون الاجراءات مال الاجازة. ان شاء الله. تمام؟ إن شاء بس قبل ما نروح بس نسأل الموظف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك حبيبي؟ الله يحييك. الله يفلحك. شنو اللي يحتاجه المواطن حتى تنطي له بطاقة مال بداية الاجازة؟ طبعا احنا بالثمانية نباشر بالعمل. نعم. الصبح يعني نشغل حاسباتنا ونباشر نستقبل المواطنين. أيه. المواطن من يراجعنا جنسية بطاقة سكن حتى نشوف اذا هو من سكن محافظ صلاح الدين، او مثلا اذا منتسب او موظف يعني عنده كتاب استمراريه يجيب لنا حتى يعني مثلا من خارج المحافظه، هم يصير نسوي له اجازه سياقه عندنا. ماشي. فاحنا بجهود السيد المدير مشكور، يعني اجراء سهل وجاي نتعاون ويا السيد ويا المواطنين. انت اسهل شيء يمك. انا الحمد لله. الحمد لله. يعني عندنا معضله واحده ان الحاسبه الطبيه شويه جد تعيد استمارات تضرب، والحمد لله هم جدي نعالج بهذا الموضوع. شكرا. شكرا يا بارك الله فيك. يلا هسه نروح مصور، خلينا نروح. وين راح هسه؟ وين راح؟ روح سياده العميد. الزخم ساعه الذروه يعني، بس بدايه ساعه الذروه وبعدين انت. اي نعم نعم. هسه وين راح نروح سياده العميد؟ اهلا اهلا. شلونك عمي؟ اخبارك؟ مرحبا. صحتك؟ يا هلا بي. سياده العميد هسه وين راح نروح؟ لا اخبارك. هسه وين راح نروح؟ الفحص الطبي. فحص الطبي. يلا نروح لفحص الطبي. يسر خلينا نتعرف عليك اكثر. عبد الرحمن من وين؟ انا خالد جاسم. ها؟ من صلاح الدين. من صلاح الدين. ايش عجب بس يلا تطلع اجازه السوق متاخر؟ اي والله طالب اخ. سجلت مباشره الفحص الطبي. سجلت مباشره بالجامعه وهسه راح اطلع اجازه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ اللجنه الطبيه. هذا السفح فحص النظر. اي نعم. هسه انتم ايش تاخذون من المواطن؟ ايش تسوون؟ الاجراء كالاتي. يجي المواطن جاب استماره من المشروع. اي نعم. يجي هنا يمنا ناخذ منه المستمسكه الاصوليه اللي هي جنسيه، من الجنسيه استاذ نطابقها ويا الاستماره حتى يكون حضوره اصولي هنا. هسه راح نطابق الاسم ويا المواليد ونرجع للجنسيه. بالمرحله اللي تليها ناخذ صورتين اللي هسه يعطينا اياها هنا بالفايل الموجودات. هاي الصور اثنين ومبلغ 25 اللي استيفاء مبلغ 25 لهذا الوصل. هذا الوصل تابع العيادة الشعبية لوزارة الصحة، المبالغ تروح لوزارة الصحة. تمام. ماشي. نعم. سوينا الاستمارة. يلا. يلا ما ندار هناك نستلم. اوكي نعطيني 25. هاي انت محضرهم هي للإجازة. هاي الاستمارة هاي الفايل يرجع لك. هسه وين يروح؟ هسه يروح بالقاعة بالانتظار. ورا ننجز المعاملة ونكملها واحد من كثيبين المرور ياخذها منا ويصيح المواطن. كم معاملة باليوم تمشي؟ تقريبا من 250 إلى 300 معاملة. ما شاء الله. ومرات توصل أكثر هذا العدد. ومجمع المرور حقيقة متعاونين كل شوي ويانا ووقت مفتوح، شو كنت يقولون نبقى أي مساعدة أي دعم ما مقصرون ويانا. شكرا. رجال العميد يا أهلا وسهلا. يلا هسه نروح. للفحص الطبي. للفحص الطبي ننتظر يجي دورنا. إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. السلام عليكم. شلونك أستاذ؟ أخبارك؟ اسم الكريم صفتك؟ دكتور جاسم البياتي عضو لجنة فحص السياقة. دكتور جاسم باليوم كم فحص يعني نظر ده تسوي اليوم؟ والله ما شاء الله ما شاء الله ازدحام الحمد لله فوق ال 200 يوميا. يوميا؟ يوميا فوق ال 200 ما شاء الله. زين شنو الفحص مالتك؟ بس نظر اهم شيء النظر. احنا قد مقبول؟ والله يمكن 90% مقبول. ايه. يعني شنو قد مقبول؟ يعني قصدك الدرجه هنا؟ ايه الى حد هذا استاذ. سلام دكتور. الاسم الكريم؟ سلام عماد فحص نظر عماد يوسف. ايه. على التعليمات عندنا من 6-12 بالنظارة أو بدون نظارة مقبول. مقبول. 6-12. 6-12. أي نعم. أيه. هذه تجي كم يعني مثلا واحدة 9-18 شكل عين وعين. أيه. هم تمشي بيها. زين. أي. افحص. خلينا نشوف العوق. العوق إذا عندك قرار لجنة. قرار لجنة طبية يحتاج إلى سيارة مواصفات خاصة فنكتب له مواصفات خاصة سيارة محور. تحوير يدوي الاحتياجات الخاصه. اي نعم يدوي الاحتياجات الخاصه ونعامل المعامله الخاصه. والله ما يبقى دقيقتين والنساء ايضا ما يبقون دقيقتين بس ما شاء الله هو ازدحام.
يعني ما تكون معرقل بالعمل. والله معرقلات الازدحام موجود، مرات كهرباء ينقطع، يعني اوقات عادية الحمد لله. تمام عيد استاذ النظر عيد. هاي ديوان هاي عشان نبي نكافي لينا هاي هاي كافي لينا هاي هاي وين أسه هذا هو قلنا كيف هاي هاي لينا مقبول مصطفى ما عندنا شيء الحمد لله. لا الحمد لله موظفان الحمد سلام سلام أوراق عبد الرحمن استني عبد الرحمن خلينا نشوف نظرك خالد جاهز ايش قد خالد لحد هسه ايش قد طولنا 10 دقائق 10 دقائق بعد ما صار 10 دقائق ان شاء الله حصلنا النظر مال يلا تمام هاي على اليسار 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 تسلم بارك الله يعني 100% اي بس خالد احنا نحتاج خالد هاي المعامله لان احنا بدنا نروح ويا خالد تفضل يكمل له تواقيع لجنه مال التواقيع وين راح نروح بعدها على الغرفه مال الصادر والتفريق يفرقون المعامله وراها تروح على البصمه زين ما يبغى عندك كل شيء ما يطول خمس دقائق ما عنده عملته ويروح اوقف تسلم لا مشيت مش راح اتمشى هناك وارجع مشي طبيعي عندك احنا راح نسال بالنسبه لاجراءات الفحص كل ما يخص الفحص بالنسبه لل يعني من بدايه الاستماره الى اللجنه الطبيه الى تفريقها كله هنا يعني نشوف اضافه الى احنا مو بس نستقبل يعني حتى بالاقضيه حتى بالاقضيه احنا فاتحين مجال اذا مواطن ممكن ان يراجع اللجان الطبيه بالاقضيه اذا مكان بعيد ويجي مباشره يعني يفحص طبي ويجزون اياها يعني يختصر لك يجيب معتمد نعم فتجي يعني يجي مباشره على البصمه تمام خلينا نكمل يلا يلا خالد هسه هنا لو هنا هسه وين راح نروح؟ ستروح على البصمة أو السياقة أو الشارع البصمة يلا خالد نروح على البصمة السلام عليكم شوكم شو عندكم معاناة واقفين؟ والله ما عندنا أنت السلام عليكم شلونك؟ نقدر نسوي لي قوياك؟ والله ما أعرف أنت على شنو واقف هسه؟ جنتظر شو اسمه الاستمارة مالتنا مال فحص النظر مال فحص النظر ايه. ايش قد صار لك منتظر؟ خمس دقائق خمس دقائق ايه شنو وين بالضبط اكو معرقل انت بدا طلع اجازه ما اعرف والله لحد ما عندنا معرقل الحمد لله يعني لحد هسه لا تمشي بسلاسه ايه شباب هنا لحد هسه واقفين بسلاسه الشارع شويه وين؟ تعال هنا يمي تعال السلام عليكم الشارع. وين اكو بالضبط؟ الاشاره مرات تصير ضعيفه وهذا بس هاي والبقيه؟ باقي كله مضبوط زين مضبوط ايه على بالي عندكم مناشد رجعت عليكم لا يلا مصور شكرا لكم السلام عليكم شلونك الغالي اخبارك بس امك حياك الله الاستاذ مهبور يمك ايش راح يسوي هو هسه تسلسل تشيك المعامله هي. كامل اجراءاتها تشيك ما عنده ناقص مثلا اذا هسه هذا عنده اختبار ادزه يختبر ويرجع لي ان شاء الله نروح نختبر ونرجع اي يختبر سياقه ويرجع لي انطيك هاي التسلسلات 12 حاسبه عندي حلو وعندي هاي جرس
لما يطلب بس مرخصة كا شوف مثلا ابو 12 باعتبار يطلب جاهز مو انا اللي هو يطلب. حلو اي باعتبار يطلب يعني معامل. اكو معامل هناك يحتاجها يعني لا يعني اكو مكان فارغ يروح عليه المواطن رحمه الله حلو هذا النظام آه بس ساعاني دقيت بس كملت اقول هذا نظام عندك 12 حاسبة تشتغل حاسبة على الجرس ادز معاملة المواطن السريع هنا لما نجي تسلسلة مثلا دقيقة 10 هاي 10 هاي 10 حلو هسا احنا نروح وين؟ اختبار سياقة اختبار سياقة أول مرة اختبار سياقة تمام اختبر سياقة ورجع لي وتدلل السادي أنت نفس الدليل باعتبارك مو صح؟ أشيك المعاملة إن مثلا سيارة إيه مثلا العفو إذا عنده مثلا هزة ما مكمل أدز على الهزة أو ختومات ما مكمل يكمل إجراءاته يكملن يلا أنطي شريط لل هسا راح نروح احنا ونرجع لك إن شاء الله حياك سلام خالد يلا هسا على اختبار هسا على اختبار هسا تبين يلا شغلة يعني صار انتباهي عليها بأنه عجبني كلش أحد أخوه منتسبين الجيش العراقي واقف سره ويانا شوفوا هو ما دي يشوفنا أكيد شكرا لقواتنا الأمنية اللي تحفظ دائما القانون وتحافظ على القانون السلام عليكم شلونك سيادة العقيد عندنا الفحص يمك اختبار الموظف شركة أنا نحجز له المواطن إيه نحطه بالحاسبة خالد جاسم على حاسبة رقم 5 على حاسبة احنا باركود مالته على حاسبة سيادة العقيد يوميا ايش كم يعني فحص تسوون اختبار تقريبا احنا سمعنا لكم 250 300 ايه 150 200 100 نوبات يعني حسب الزخم اللي يجي حسب الزخم نعم تمام هاي مختبرين يكتبون جول خليني اشوف يم الحاسبة نقعد هاي هنا نفتح للحاسبة اي نفتح للحاسبة المواطن نشرح له طريقة الإجابة على الأسئلة والآلية مالتها ودرجة النجاح من 60 وفوق نعم. 60 وجوه راسب صديقي هذا السؤال هذا الجواب تختار وتدوس تختار وتدوس لحد ما تكمل العشرة مالتك من تخلصها تنطيها كلمة خروج ونعم عندك 10 أسئلة ها خالد هسه راح ننتظر خلصنا ننتظر تقريبا 3/4 المعاملة خلصت تتربع المعامل تقريبا 90% احكي لي وضميرك اكو شفت يعني اكو تلكؤ بمكان وضع لا لا المرور متعاونين جدا ويا المواطنين اكو شويه المواطن يرادهم يتعاون المواطنين اكيد لازم يتعاون ويا المرور هو حقه جاي يريد يسوي معاملته ويخلص على وقت صح؟ هسه اكو ساعات بها يكون زخم عالي فلازم المواطن يمطي للمرور ايه احنا الزخم اللي لقيناه يمكن يملي تراي بس شويه ايه وهسه بعدين ننتظر تمام ننتظر شوي لين ما ساعة تقريبا مو ساعة تقريبا ساعة تقريبا ساعة وهسه ما ضلنا شيء نكمل معاملة خالد وخالد دا يحكي بضميره هو ودا يشوف بأنه احنا وين دا نروح وين دا نجي وهاي الأمور خليكم ويانا يعني ننتظر لحد ما يجي دورنا نجي على سيادة الرائد أحد الموظفين الموجودين على البصمة نعم وصلنا. نعم سيادة الرائد السلام عليكم الاسم الكريم السلام رائد موسى مرور صلاح الدين الله يحييك سيادة الرائد ايش قد يطول الشخص وتكمل معاملته هاي الاثناء بالنسبه للاجازه ما تتجاوز 3-4 دقائق بس زائد 5 دقائق خمس دقائق عندك السيارات على تسجيل اوراق ايه؟ كثيره اوراق تطول ربع ساعه ثلث ساعه كل مواطن هذا نعم هذه السيارات هاي السيارات اي اما الاجازه بس زائد 5 دقائق خمس دقائق اي هسه الحج ايش عنده هو عنده عاده تسجيل سياره سياره اوراق هذه شوف هذه مهمة كتاب تسجيل تصريحة جمركية شهادة إيداع لازم كلها تارشف تمام اي احنا عندنا اللي نعاني هذه مشكلة جهاز الارشف شوي قديم اي بطيء شوف هو اللي أخرنا ولا النظام يعني بعض الأحيان يصير قطاع بالإنترنت بعض الأحيان يعني تسجيل المركبات هو اللي يأخر الإجازة نعم إجازة السوق لا اللي جايز واحد الإجازة دقيقتين لثلاث دقائق عفوا قصدي عفوا سيادة الرائد يعني مثلا إذا جوك 4 من تسجيل المركبات راح يطولون أو يطول أبو الهاتف طبعا 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 لا شك بالنسبة للإجازة يعني السيارة عندها يجوز 6 معاملات مال إجازة يعني ما مشي سيارة سيادة الرائد احنا ما نقدر نخلي مال إجازة مثلا نعم. شباك وهذا شباك لا لو لا لو المواطنين كثار اللي يزوروكم هي السبب كثرة المراجعين
قلة الأجهزة يعني متوفرة كل دوائر الدولة يعني بالنسبة للمرور. هسا مرور صلاح الدين 12 حاسبة، فأنا 12 حاسبة أقدر أقدم خدمة، كل حاسبة يجوز 50-100 زين، إذا جوني 2000 3000 مراجع 1000 مراجع، فلا شك يصير تأخير. هي ذروة يمكن تجي. اي نعم خلينا نشوف الموظف. نعم. العفو. السلام عليكم، شكرا سيادة الرأي. حياك الله. حياك. ايش عندك انت؟ عندي مثلا البصمة ما تطلع، هل يتأخر؟ يتأخر مثلا الحج شوية عنده سكر، تعبني ربع ساعة هي شاني ألا طلعه، لازم هذا هو بصمة يعني المريض أسباب. ايه هي من يصير. ايه وعندك الاتصال، شوف هسه يعني الاتصال هسه يعني أنا شوف تفتر عندي يأخرنا هذا الموضوع. شوف هاي صراحة فقط يأخرنا، تروح وتجي الإشارة، هو هذا سبب تأخير كل شيء ما عندنا الحمد لله. انت شوف هسه شوف شفت يلا وافقت قدام عينك، هي هاي بس عندنا المشكلة ولا ما عندنا؟ الحمد لله الأمور ماشية والمراجعين مو ذاك الزخم، بس تدغم ناسا شوف هناك صير تدقيق توقف تضرب ها سبب التناقل بين محطة ومحطة تضرب المعاملة. أي. يرجع خطية يسحب تعويضية النوب ويرجع يبصم. بس يعني هم هسه تأكدت يعني تسجيل المركبات يتأخر. يتأخر. لأنه معاملته كثيرة. عافية عندك. والكبار يعني السن لأنه البصمات ما تظهر. ما تظهر يعني عندك مثل نقل ملكية، شوف كم ورقة هاي كلها لازم تتأرشف على هاي الإشارة شوية بطيئة. إذا تنتظر شوية تشوف هسه أنا عملية الأرشفة، شوف هسه أني شوف يقول لي انتظر، شوف هسه أنا ماشي على غير مرحلة أني متوقف. بالتوفيق لك. شكرا حبيبي حبيبي. هلا ورد بيك. تمام مصورنا، خلينا ننتظر دور خالد لحد ما يجي ونكمل. وصلنا لاخر شباك وعانينا لحد ما وصلنا. السلام عليكم. عليكم. استاذ باسم خالد. خالد جاسم حسن. خالد جاسم حسن. اي انا موجود. خالد جاسم حسن. شكرا لك. خالد احكي لنا هسه شنو شلون شفت الامر؟ بعد معاناه ساعتين ساعتين ونص ثلاثه تقريبا. اي حصلنا الاجازه الحمد لله. كل شباك يعني وقفنا 10 دقائق 10 دقائق تقريبا. بس اللي شنو المعوق اللي كان شفته موجود قدامه؟ كان شوي زحمه الانترنت، والانترنت مشكله بالانترنت انقطاع وتاخرنا شويه. الحمد لله الحمد لله يعني المرور حضره المرور كان متعاونين ويانا حصلنا جست السوق. مبروك عليك. الله يبارك. تشرفت بيك. يلا السلام عليكم. طبعا نفس ما شفتم متابعينا اليوم انا كنت بمديريه مرور صلاح الدين، تحديدا وين؟ بتكريت. ايش سويت؟ سويت اليوم اجازه وحليت مشاكل وكل هاي الامور. اكيد نشكر المنتسبين المرور اللي موجودين في تكريت، واكيد نشكر عميد دحام، نشكر عقيد صدام مدير العلاقات والاعلام، نشكر منتسبين مرور صلاح الدين. شكرا لكم. طولنا بثلاث ساعات تقريبا، ثلاث ساعات الا شويه، واكيد نتمنى من الوزاره شويه تنتبه للانترنت بكل دوائر الدوله لانه الزخم اللي يصير عليهم من المواطنين. شكرا لكم مره ثانيه، التقوني بمكان اخر. انا معكم محمد نامق من تكريت، مع السلامه.